سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد نسخ الاحتياطي للصور على تطبيقكم تريبوكس. نقوم بالضغط على تطبيق تريبوكس، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على نسخ الاحتياطي تلقائي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإغلاق، وهكذا نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل نسخ الاحتياطي، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.